وقت اللي يعني باش نبدا نصور جاي الصحاب عسلامة and welcome back to my channel. عملت 1K subscribers في الشيء نتاعي and I'm so happy 1K 1K subscribers 1K subscribers. Anyway قبل ما نبدا الفيديو اعملوا بوز من كل شيء. دعمش بوز على الفيديو سمايل. شو حبيت تعمل بالضبط؟ انتي شو منخلك في الفيديو نتاعي؟ اوكي كمان awkward. على ذكر ال awkwardness الفيديو متاع اليوم باش نحكي لكم فيها ال awkward moments. هيك علاش انتي فهمتك شو حبيت تعمل انترو متاعك فيش لعلق انتي برا في حياتنا اليومية لازم مش يعرضوا لك ال awkward moments ما عاش تعرف كيفاش تتصرف ال IQ متاعك يطيح 1-2% كي تتلاقى مع عبد ديجا تكون ريتو قبلها مرة ولا مرتين وتعاودوا تتلاقاو مرة أخرى هو يتفكرك أما أنتي تتفكر وجهه أما هو شكون وين تقابلتو وكيفاش تنسالكو عسليمة شعام لا أمورك سفام ريقلة شعاتك جديد الحمد لله لبس وفي مخي كيفاش نبدأ تشكونك بلك شامين ويعرف اسمي تفتة الليمون ايش كنت نعملين؟ حل الارشيف 2010 2011 2013 شوف 2008 شوف بالك ريتها في 2008 ظهر لي قرأت معايا في المدرسة شوف تروح فيس تشكون الفازة دي ديما تصير لي سو كان اني ريتك مرة ولا مرتين بربي كان عاودوا نتلقى مرة أخرى عارف بنفسك because I ننسى كومبليتمون شكون ريت تي اني كنت فكر روحي كنت فكر اسم تصمم بالكدا الاكل مومنت الاخر اللي نجم ديما يصير كي تبدا في الكلاس وانا في غيميون وتلقاها فما شكون ديجا ويخذ الكلمه وانت وقتها تجيك فكره عالميه مش نورمال تنجم تبدل بها مقاييس الكون وتطلب الكلمه اما ما تاخذهاش وقتها وقت اللي هما يكملوا يحكيو اوكي ساره نجم انت تتكلم الفكره نتاعي هي كانت عندك نجم تعمل بها ثورة في عالم الأفكار تطير تو سامبلومون والناس كل كي تبدا ساكتة ويزمك أنت تقول حاجة معناها يزمك تتصرف تقول حاجة دونك تقول أول حاجة تخطر في بالك اليوم افطرت كسكسي الأكل مومنت تلاخذ اللي ديما يصير كي نبدا ماشية في الشارع وتلقاه عبد آخر جاي من الجهة الأخرى وماشي في نفس المسار اللي أني صورته لروحي بالمسبق ديجا أني من قبل مصورة روحي ثنية باش نمشي فيه البشر هذا ما يلقى كان يمشي في ثنيتي تاعي أني ونتقابلوا نحنا في شطر اثنين وقتها تلقاها تبدا هاك ال دانس وذ ستارز الأكبر مومنت الآخر تبدأ أنت ماشي لبلاصة وأنت ما تعرفيش دونك تطلع في تاكسي باش التاكسي توصلك له لوجي المشكل وقت اللي تطلع مع تاكسيست أصلا هو ما يعرفش البلاصة وين وأنت ما تعرفش تنعت أني كيفاش خذيتها رخصة التاكسي مش المهم في ماما تيست أو سامثينغ يعملوه التاكسيست قبل ما يولي تاكسيست يعني يستنى فيا أني باش أني نقول له على البلاصة سيدي كان جداني نعرف البلاصة راني مشيت لها على ساقية ما نستناش باش ناخذ تاكسي تهزي لها أوكي توا هزني البلاصة اللي حاجتي بها هزني البلاصة اللي حاجتي بها أول مومنت واحد آخر كيف يدخل عليك حد وانتي قاعد تصور في فيديو سارة فاش تعمل؟ هذا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم كان عجبكم ما تنساوش اللايك